الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الصراصير في البيت في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزا جزاكم الله عز وجل عنا كل خير. أشار علماء التفسير إلى أن الصراصير في البيت تدل على الحسد أو العين التي تصيب أهل البيت، والله أعلم. كما يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى تعرض أهل البيت للحسد من أشخاص مقربين منهم، والله أعلم. بالإضافة إلى أن الصراصير في البيت قد تشير إلى محاولة الأشخاص بإلحاق الأذى الضرر بأهل هذا البيت، والله أعلم. فسر علماء التفسير حلم الصراصير السوداء في المنام على أنها إشارة إلى الهموم والمشاكل والأحزان، كما يشير أيضا في منام المتزوجة إلى الخلافات مع الزوج، كذلك للعزباء فهو إشارة إلى المشاكل مع خطيب هذه الفتاة، والله أعلم. كذلك يشير حلم الصراصير الحمراء إلى انعدام وفقدان الثقة في الآخر آخرين. كما يشير حلم الصراصير الملونة في المنام أن بعض الأمور التي يحاول الحالم الوصول إليها لم تحدث، والله أعلم. أشار علماء التفسير أن حلم خروج الصراصير تخرج من الجسم يكون ذلك دليل على محاولة أحد الأشخاص بإلحاق الأذى بالرأي، والله أعلم. كذلك يشير حلم الصراصير على الجسم إلى إصابة الشخص بالعين والحسد، والله أعلم. أعلى وأعلم. كما يشير إلى الشخص المتطفل والحاقد وسيء الأخلاق الموجود في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. فسر العلماء حلم الصراصير البيضاء في المنام على أنها إشارة إلى اضطراب المشاعر، كما يشير كذلك إلى شعور الشخص الرائي بعدم الثقة والقلق الدائم، والله أعلم. كذلك يشير إلى أن الشخص الرائي يعيش مشاعر الخوف والقلق وعدم الشعور بالأمان. كذلك إذا رأت المرأة المتزوجة الصراصير البيضاء كان ذلك إشارة إلى ما تعاني منه المرأة من مشاعر القلق والخوف، والله أعلى وأعلم. ذهب علماء التفسير إلى أن الصراصير في المنام تشير إلى العين والحسد التي تصيب الشخص، والله أعلى وأعلم. ما تنسوش قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.